مشوار صغير بنبعد فيه عن ضجة المدينة، نتنشأ هوا نظيف وبتبدأ حلقة لمسات لليوم. مساحة تواصل خلق وإبداع منكتشفها سوا بالآرت ريزيدنس علي. هذا مكان يعني دائما انطلاقة لمشروع جديد لكل فنان. فكرة سباقة وخلاقة مع العصير العضوي كي جوسز. أكثر الانجريدينتس هن خضرة وفواكه. فريق لمسات بينقلكن على الأجواء الأرجنتينية مع مطعم لفاريا بشكله وحلته جديدة بالجميزة. أنا لإلي أحسن شي عندي نقعد كلنا سوا وناكل. حياة بلا حدود استعادة لأكثر من 50 سنة من أعمال أحد أهم فنانين اللي طبعوا المنطقة حسين ماضي. طالما إيدي بعدهم عم يردوا على عقلي وعلى قلبي رح ضل اشتغل. حلقة غنية ومنوعة من لمسات ديبو. المكان علي بيت بعيد عن صخب المدينة بيحتضن فنانين طامحين للخلق والإبداع. دار الإقامة الفنية أو الأرت ريزيدنس علي بيستضيف وبيحتضن فنانين شباب بمناخ فني تفاعلي بهدف تأمين الجو المناسب لخلق الأعمال الفنية. هالمؤسسة اللي ما بتبغى الربح بتخبرنا عنها أكثر وعن أعمالها صاحبتها المهندسة رغد مرديني، كما رح يكون لنا لقاء مع مجموعة من الفنانين المتواجدين بهالمكان. بدنا نعرف كيف طلعت الفكرة بيت من بخيالك عملتي صار موجود بالحقيقة. الحقيقة هي إنه أنا مهندسة مدنية وبشتغل بالعمار، وكنت رممت بيوت كتير بدمشق، بيوت قديمة، ولما انتقلت للبنان كنت عم دور على بيت قديم لحتى رممه. وإجينا لهون بأدار 2011، كان المكان اسطبل للخيل مهدم بالحرب الأهلية اللبنانية، أخذ قذيفة ومهمل وكله مكسر ومكسر، بس ما كان صعب علي إنه شوف الجمال الداخلي اللي بالمكان، طاقة كمان اللي بيحملها الحجر القديم. أنا حبيت المكان وحبيت إنه أعمل فيه شيء. انتهى الترميم بأيار 2012 وأخذ سنة كاملة ترميم مكان، وأضفت طبعا الحديقة وشجر السنديان والزيتون. ولما كان جاهز المكان كانت الأحداث بسوريا بلشت، واضطروا كتير شباب أنهم يتركوا وينتقلوا للبنان، فبلشت فكرة المشروع من أحد الأصدقاء وهو نحات وكان صار له سنة بإسطنبول وما قدر يعمل شيء. فاجت فكرة المشروع هيك عفوية وبسيطة، انه دعيت وسام يجي يشتغل نحت من جديد. هذا المنحوتة اللي عملها وسام بأيار 2012 كان أول عمل. المكان بيقدم إقامة لمدة 4 أسابيع وبيستقبل فنانين بالشهر، بتشاركوا بالمكان وبتخلق بيناتهم صداقة وتفاعل مع كامل مستلزمات الحياة ومواد العمل. ففي كتير فنانين كانوا منقطعين عن العمل ما قادرين يشتغلوا، فأغلبهم توقفت دراستهم أو توقف شغلهم وتحولوا لأنه يقبلوا وظائف بالورشات البناء حتى بالمطاعم، يعني بعدوا عن فنهم. وهذا الشيء لازم نحن بالأوقات الصعبة مثل أوقات الحرب أنه نحمي الفن والفنانين، لأنه هن اللي بدهم يحموا المجتمع ويحموا بذرة الإنسانية كمان. جابوا لك لون الأحمر؟ إيه. كيف جيت لهون على هذا البيت الحلو؟ أوكي، أنا مبصر هالمكان. كان في أصدقائي دغري هني كانوا عم بيشاركون، كنت عم بتواصل معهم. حسيت كتير هني عملوا شيء يعني غير، كان في حالي غير أي مرة بشوفهم فيها الكل. حلو.
حبيت اجي اجرب شوف انا شو راح اسوي. فعلا انا حس حالي انه عم سوي شيء يعني ما كنت اتوقعه، او اختياري مثل مجموعه الوان معينه بحس انه كان كيف بدي اتعامل مع هالشيء. قبل ما كنت افكر بهي الدرجات مثلا لون هلا عم بشتغلها. هي تجربتي يعني اللي زمان ما هيك تعاملت مع لوحه مثلا، اللي زمان ما اشتغلت، بس هي اول مره بجرب هيك وانا متخرج نحت. شو حلو. هو فن تشكيلي اللي هو بيضمن الرسم، النحت، التصوير الفوتوغراف. فالسنة الأولى اللي هي بال 2012 استضفنا 11 فنان، والسنة الثانية استضفنا 19 فنان، وهي السنة 2014 استضفنا 5. بس هلأ توسعنا وصرنا نقبل غير فنون، مو بس فن تشكيلي. فقبلنا performance art، وقبلنا واحد video art، وهلأ عم نحاول كمان نطلع نقبل ورشة مسرح، ورشة رقص، تصوير، كله عم بيكون بهذا الفضاء. عادة الشباب وقت عم يجوا لهون والفنانين عم تركوا لكم بصمة لألون من المنحوتات أو من الرسومات اللي بيعملوها؟ مزبوط. الفنان بآخر إقامته بيترك عمل، واللي هو عم يبني المجموعة الخاصة للدار، وبيترك كمان سطرين على الدفتر اللي بيكتب عليه الفنانين. وبالنسبة لي هدول السطرين هن أهم شيء. هون عنا مجموعة من الأعمال الفنانين اللي تركوا لنا إياها. هيدا العمل لحسين طربي بيشتغل تجريد، هيدا العمل لعدنان عبد الرحمن وهو فنان من الشمال، من شمال سوريا. عدنان كان معنا بشباط. هدول اللوحتين لفنان شاب محمد لبش، وهي كان أول تجربة له، وبتحسي الألم اللي عم بيحكي عنه. هيدا أنا أول فتت. هو هيدا الفنان الثاني اللي استقبلناه، هو اسمه ربيع كيوان. حاول ما يفرجي الموت هيك بقوة، ورجى الطفل نايم وعمل كولاج بكل ورق الجرايد الأجنبية اللي كتبت عن هذا الشيء، وبس ما بيغير شيء من موت هالأبدي. هي طورت تجربته. هم بلش بال 2012، هذا العمل عمله بال 2014 مثل ما بتشوفي التوقيع. هو عم يحكي عن التشرد. هاي حاسكو. حاسكو حاسكو هو من الفنانين الكتير عزيزين على الدار. استوحى ألوانه من الدار ومن الطبيعة، وبيقول إنه هاي المكان رجعت له الطفولة اللي هي كان مضيعها بآخر سنين بسوريا، ورجعت له كمان إحساسه بالطبيعة. هاي عمل لفنانة سورية إجت من الأردن اسمها ريم يسوف، واشتغلت على الأطفال اللي بدون ملامح، يعني عم تحكي عليهم إنه هن فقدوا ملامحهم، تحكي على الطفولة والبراءة اللي ضاعت. استضفنا فنان سوري عايش بنيويورك اسمه كيفورك مراد، واشتغل هاي اللوحة. في لوحة كبيرة هلأ كمان نطلعها اللي هي عن حلب. فإذن هيدا الإسطبل هيدا تحول لصار مكان لتعيشوا فيه. هيدا الاسطبل مؤلف من 3 عقود، وحافظت على الطراز العثماني للعقد، وكل شيء اضافته هو خارجي مثل ما بتشوفي شرايط الكهرباء، الشوميني، المطبخ. و رائع. وشكرا. بعدين بس بكل منطقه في قطعه فنيه، أيوة شو انه يعني وين ما بتبرمي وين ما بتمشي في قطعه بتلاقي فنان تارك شيء من تجربته هون، وبتحسي تارك شيء من روحه كمان. صحيح. تقريبا عدت كم شخص فيه قطعوا؟ ايه 35 فنان لهلا. وهيدا المكان كل فنان اجى له طور بتجربته الفنيه وعطى شيء جديد. فنحن مثل أسرة كبيرة، وكل فنان بس يخلص إقامته بيروح بيرجع بعدين
بيرجع بعد شهر، بيرجع بعد سنة، يعني بتنبنى هيك علاقات قوية ومحبة وتفاعل وعائلة كبيرة. وهي أهم شيء، إنه نحن مو بس بنشتغل، نحن بنلعب، بنرقص، بنطبخ، بننط على ترامبولين، في عنا طاولة البينبون الشهيرة هون بنعمل كمان. يا بيبي فوت. او بيبرو بياخد عم بياخد بوز شنو عايز تعود على الصوره. طارق انت كنت قبل مقيم، هلا انت راجع زياره، شو رجعك لهون؟ يعني اكثر شيء رجعني هون المكان والاشخاص اللي دائما بتواجدوا هون، هني اساسا بتوقع مثل الاهل بكونوا. هو بالنسبة لي هاد أفضل مكان، مش هيك بعدني من 2012 لهلا بجي زيارات. عم تروح وبتجي هلا مش أول مرة بترجع بتجي يعني. لا لا قلت لك دائما بتلاقيني دائما زيارة. أوكي. جيت تعال مكان كنت شبه يعني خلص مفلس من كل شيء، فقدم لي شوية شغلات إني أقدر أصور، أقدر أطبع بالقياس هاللي أنا بدي إياه. كنت عم بوثق شيء من المنطقة اللي أنا كنت فيها أو هني هدول الأشخاص. سويدا. أوكي. أها اسمها الضيعة هي الغيضة. هي الضيعة هي كان ساكن فيها مجموعة أشخاص على نفس العدد هون، وصار بيناتهم خلافات، فقسم منهم طلع على جبل من هون، قسم منهم على جبل تاني. أوكي. ولحد هلا هي الضيعة هيك متروكة ما فيها أي شيء. المشروع أخذنا لكتير مطارح، ومثل ما نحن عطيناه هو عطانا، يعني عطيناه كتير حب ورجع لنا هذا الحب. وأنا بهالسنتين تعرفت على كتير شباب موهوبين وقدرت أخذ شغلهم لحد برات لبنان، قدرنا نعمل معرض بالأردن ومعرض ببرلين ب 2014، وآخر شيء كان معرض بواشنطن مع البنك الدولي. أخذنا 35 عمل ومباع جزء كبير منهم وأخذ كتير اهتمام وورجينا الصورة الحقيقية عن الشعب السوري، هو منه بس خيام ولاجئين وأكفان، هو شعب حي، وبالرغم من كل الصعوبات هو عم بيقدر يعمل فن، وحتى عملنا فيلم عنه وسميناه فن الصمود. ليه فتت بكل هيدا المشروع وليه هالقد انت متعمقه اذا بدك بالفن؟ يعني انا كل عمري عندي هيك باشن، هو دائما مشغوفه بالفن ومشغوفه بكل المعارض والموسيقى والمسرح والسينما، وكتير عندي صداقات كتير قوية وبعتز فيها من الفنانين السوريين، وبحس انه الفن كمان ساعدني لألي انا بحياتي الشخصية. يعني مريت بظروف صعبة وعلاقتي مع الفن هي اللي خلتني اني ابقى متماسكة واقطع هاي الايام الصعبة، فبحس عندي مسؤولية تجاه الفن اني انا هلا برجع بقدم له هذا المشروع اللي بيدعم كثير شباب هن مختلفين عن الناس اللي هن وقفوا معي، بس هو مجرد انه دوره الحياه بناخذ وبنعطي.